غريبة شوية. عليها غريبة؟ على خاطر اللي يحرق روحه يجري في الاتجاهات الكل. السيد هذا كأنه سلم روحه للنار وما قاومش. انت علي ما علمتناش من الاول؟ زوز محروقين في نفس الحومة في ضرب جمعة وانت تقولي ما عندهم حتى علاقة ببعضهم. والراجل اللي معاها تقولش عليه يعدي لها في النار. بيد مش تسمى مشعوذة؟ يمشي للجنين يقولوا فما مشعوذ ولا سحار يعدي في النار بيديه للناس. حان الوقت لإصلاح ما مضى ومصالحة المواطنين مع وطنهم. أما الأمور يلزمها تتغير. شو قديش الواحد حرق رواحه؟ لوج على واحد مختل عقليا يحرق في العباد ما هوش يحرق فيهم بيديه، يحرق فيهم شي حرق رواحه.